لقينا نشوف الناس قضايا الناس، شوفكم ما انسان مسؤول. ضاقت بهم الارض بما رحبت، واسودت الدنيا بعيونهم، وتوالت خيبات املهم، فلم يجدوا خير الشارع ليخرجوا اليه، لعل هنالك اذان صاغيه تستمع لانين جوع اطفالهم، واعين تلتفت نحوهم وترحم حالهم، وهم الذين لم يعودوا يستطيعوا الاقتراض اكثر لتوفير قطعه خبز تشبع بطونهم جراء تاخر الحكومه منذ اكثر من شهرين عن صرف رواتبهم التقاعديه على قلتها. المرتبات حقيره، وثانيا ما نحصلش بشكل مطلوب. بعد كل شهرين 30 نحصل راتب. عيالنا ميتين من الجوع. نعم. عندنا اسر كثيره ما شاء الله، انا عندي 10 انظار. نعم. وكيف نسوي؟ حرقنا من اصحاب البقالات، حرقنا من اصحاب الخضره، حرقنا من الناس كلهم. من اين بنجيب؟ نسرق دار من دخ على باب من نقول لكم عطره. انتوا خذ سلسله من نسرقها. انتوا عندك من نقول عطره. ايرادات المحافظه فين؟ لازم المحافظ ينزل يواجه الناس. تعشف حاله الناس كيف؟ مش بالسهل عليهم انهم يقطعوا الطريق. ويوسون في الشمس حرام. هؤلاء المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في الأمس في بناء الدولة لم يجدوا اليوم سبيلا للتعبير عن معاناتهم سوى بقطع الطريق الرئيسي بالمكلا، الأمر الذي لم يخلو من حدوث احتكاكات مع بعض سائقي المركبات. الإدارة العامة لبريد منطقة المكلا حملت البنك المركزي المسؤولية الكاملة عن معاناة هؤلاء المتقاعدين، قائلة وعلى لسان مديرها العام أن المركزي قد توقف منذ شهرين عن إرسال أي تعزيزات مالية لدفع رواتب المتقاعدين بالمحافظة. مشكلة الآن اللي نعانيها ليس مشكلة نقص سيولة، ولكن عدم وصول الاعتماد من صنعاء حسب ما كانت ترسل سابقا، فكانت المعاشات للمتقاعدين العسكريين ترسل 20 من كل شهر من صنعاء عن طريق البريد طبعا. في 20 شهر 9 المفروض نستلم معاشات شهر 9، الى الان ما وصلت، والى الان نحن اليوم 24/10 لم توصلنا اي تعزيزات. محافظ حضرموت وفي مسعى منه لاحتواء هذه الازمه والتخفيف من معاناه المتقاعدين وجه بتوفير 400 مليون ريال لدفع رواتب المتقاعدين المدنيين، فيما تقول اداره بريد حضرموت انها تحتاج الى 900 مليون ريال بصوره شهريه لدفع رواتب كافة المتقاعدين المدنيين والأمنيين والعسكريين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.